ازاي تجيب اكتر من 5000 جنيه في 5 ايام بس يا جدعان من التيك توك. الحوار ده مش ناس مصدقني، التيك توك شركة مشهورة، شركة عالمية، لا يمكن تنصب في حاجة زي كده، والدليل ان في ناس كتيرة سحبت وانا واحد منهم. طيب في الفيديو ده انا جاي اتكلم عن ايه؟ في الفيديو ده انا جاي اتكلم للناس اللي هي من الصفر لحد ما توصل تدعي اصدقائك. يعني انت لو ما نزلتش التيك توك قبل كده فتابع الفيديو معايا من الاول، اما انت لو نزلته قبل كده وعايز تدعي اصدقائك وكده فخليك معايا شويه، لان انا هقول لك برضو طريقه تجيب منها ناس على التيك توك وتدعي وتكمل مهماتك. نبدا، عايزك تصلي على النبي تشترك في القناه لو انت مش مشترك، لان احنا هنعمل بقى نكملها سلسله بعد ما ندعي الاصدقاء ازاي نسحب الفلوس او ازاي نعمل بايبال اصلا، لان الناس فاكره ان البايبال ده بينصب على الناس او ان هو مش حاجه ان انت تعرف تجيب منها فلوسك. لا، الحوار سهل يا جدعان، هي محفظه على النت، كل اللي انت بتعمله بتبعت الفلوس بتاعتك عليها وبعد كده بتضيف الفيزا بتاعتك اللي احنا هنعملها مع بعض برضو وتسحبهم من اي ماكينه اي تي ام تبع البريد المصري او تروح البريد وتسحبهم. الحوار سهل يا جدعان مش صعب، انتوا مكبرين الموضوع زياده عن اللزوم. طيب دلوقتي نيجي للبدايه من الصفر، هتعمل ايه؟ انت ما نزلتش التيك توك قبل كده، هعمل ايه؟ في لينك، اللينك ده تحت الفيديو في الديسكريبشن او في اول كومنت، هتضغط عليه هيفتح لك صوره زي اللي هي قدامك ديت، هتلاقي صورتي كده مكتوب احمد سعيد وفي كود وتحت خالص تنزيل، هتضغط على علامه التنزيل هيحولك لجوجل بلاي، هتبدا ان انت تنزل التطبيق. نزلت التطبيق يا عم، هعمل ايه بعد كده؟ بعد كده هتفتح الابلكيشن او تفتح التيك توك، تمام؟ هيبدا ان هو جايب لك فيديوهات او يقول لك اختار الحاجات اللي انت بتحب تتفرج عليها موضه، مش عارف اعمل سكيب تخطي، لما يجيب لك فيديوهات بقى يقول لك اسحب الشاشه ومش عارف اسحب الشاشه اتفرج. فين علامه التيك توك؟ او ممكن تظهر لك علامه التيك توك، مش ظهرت ليك في الاول، هتضغط على صفحتك كده من تحت كده شكل الواحد كده لو مستخدم، تمام؟ هتضغط عليها هيبدا ان هو يقول لك اعمل تسجيل دخول. تضغط على تسجيل دخول او انشاء حساب او ايا يكن تسجيل، يعني هيجيب لك الحاجات دي، ان انت تسجل من خلال رقم التليفون، تكتب بريد الكتروني من خلال جوجل على طول، من خلال الفيسبوك لو انت مسجل، من تويتر، من الحاجات دي كلها. هتعمل اي حاجه منهم، تمام؟ لو كتبت رقم تليفونك هيجي لك رساله على رقم، في رساله انا هعمل لك رساله ان انت تاكد يعني الحساب. اما لو بعت بريد الكتروني فهيجي لك برده رساله على البريد الالكتروني فيها 4 ارقام تقريبا او 5، هتاخدهم وتكتبهم، تمام؟ في التاكيد وتاكد حسابك ويبقى انت كده حسابك اشتغل. دي اول نقطه. ثاني نقطه ان انت بقى هتفتح مكافئات التيك توك من الصفحة الرئيسية أو من حسابك، هتلاقي علامة الذهب كده زي في الصورة قدامك برضو، هتضغط عليها هيبدأ إن هو يحولك يا جدعان على مكافآت التيك توك، وهتظهر لك الصورة اللي قدامك دي برضو، هتنزل سنة تحت كده لو هتلاقي في انفايت أو دعوة، تمام؟ هتنزل سنة تحت هتلاقي إن هو بيقول لك مكتوب الكود هو بتاعي ويقول لك تأكيد، فأول ما تضغط التأكيد أنت هتاخد تقريبا 15 جنيه او 10 حاجه زي كده كبدايه. يعني انت بقى لو داعي فانت هتعمل مهمات يا جدعان، انا عايز اشرح حوار المهمات ده. المهم انت سجلت دلوقتي، تمام؟ تبدا بقى ان انت تدعي اصدقائك. ازاي تدعي اصدقائك؟ قبل ما تدعي اصدقائك لازم اعرفك ازاي انت هتاخد ايه؟ انت هتاخد ايه لما تدعي واحد، لما تدعي اثنين، لما تدعي خمسه، لما تدعي هتاخد ايه؟ بص يا معلم، اول ما تضغط على كلمه انفايت، تمام؟ او التيك توك، اول حاجه كده نشرحها او اول حاجه مهمه بالنسبه لي ان انت ممكن تجيب منها فلوس بالسهوله، ان انت تدعي الناس. طيب بعد ما دعيتهم انت هتاخد ايه؟ لو دعيت يا جدعان اثنين، تمام؟ لو دعيت اثنين هتاخد 110 غير ال 15 اللي على كل واحد بيسجل، تفهمني؟ زي ما هو قدامك كده في الصوره وزي ما هو عندي كده برضه. بص كده هو بيقول لك المهمه الاولى تدعي اثنين تاخد 110، المهمه الثانيه تدعي اربعه تاخد 800 جنيه، المهمه الثالثه تدعي 14 تاخد 3000 جنيه. يعني كل اللي انت هتديهم 20 هتاخد قد ايه؟ هتاخد اكتر من 4000 جنيه زائد. خلي بالك بقى من زائد دي مهمه جدا. لو جينا يعني اول واحد بتدعيه، يعني كل خمسه في فوق كده في مكتوب لك 1 2 3 4 5، اول واحد 300 تقريبا، ثاني واحد او اول واحد 400، ثاني واحد 300، ثالث واحد 500، 300 500. ده المكتوبين، اول واحد بيسجل بيروح عامل لك عامل الصح كده، طب انا ما خدتش 400. تاخد 400 لو فضل عنده التطبيق لمده 7 ايام يا جدعان، دي حاجه كويسه كويسه جدا. يعني الناس لو فضل عندها التطبيق 7 ايام فانت هتاخد 2000 جنيه من كل خمسه، انت واخد بالك معاه؟ من كل خمسه هتاخد 2000 جنيه غير الاربعه اللي احنا خدناهم في الاول، انت واخد بالك؟ يعني الحوار كله معدي جامد يا جدعان. فالحوار السهل ازاي بقى؟ تدعي اصدقائك، هتضغط على كلمه انفايت، تمام؟ او دعوه من بره او تدخل من جوه مش هتفرق كتير، يعني هيبدا ان هو يجيب لك الفيسبوك، الواتساب، التليجرام، الانستجرام، حاجات التواصل الاجتماعي اللي انت ممكن تبعت فيها لينك او تعمل نسخ التطبيق وتبدا ان انت تنزله. الطريقه اللي انا كنت بستعملها والله يا جدعان ان انت
ممكن تدخل في جروبات كتيرة على الفيسبوك، أي حاجة ليها مختصة بالموبايلات، بالأندرويد، أي مجموعة فيها ناس أنت ممكن تنزل بوست أو تشوف الناس بتنشر إيه. هتلاقي في كتير جدا بوستات بتقول لك أنا محتاج 5 أو 10 ينزلوا تيك توك، وكل واحد فيهم ليه 100 جنيه. أنت ممكن تعمل حاجة زي كده، أو إن أنت تضغط على الكومنتات تشوف الناس اللي في ناس كتير بتقول لك لا انا ما نزلتش التيك توك، فانت تدخل تكلم الراجل وتقول له نزل التيك توك من خلالي، ومثلا ممكن اديك فلوس، او ممكن انت تقول له في رصيد هتاخده اول ما بتسجل وبتاع، مش نصب ولا حاجه، هو فعلا هياخد رصيد يا جدعان. بس دي الطريقه اللي انت ممكن تدعي اصدقائك بيها يا جدعان. اللينك بتاعي هسيبه لك تحت الفيديو عشان نوصل، اتمنى ان احنا يعني العدد اللي احنا محتاجينه اللي هو ال20 تمام نجيبهم، او ايا يكن الرقم 2 6، عشان اصور لكم فيديو. الفيديو جاي هنتكلم عن ازاي انك تعمل الباي بال، وقبل ما تعمل باي بال لازم تعمل فيزا من البريد المصري زي دي كده يا جدعان. الحوار مش صعب، الحوار مش مكلف خالص يا جدعان، الحوار اسهل مما تتخيل، احنا بس اللي بنصعب الامور على نفسينا. يعني انت يكون ممكن يكون معاك مبلغ اكتر من 1000 جنيه ومكسل تروح تعمل فيزا من ديت، بتضيف فيزا ممكن مش قابله للباي بال او السحب بين الباي بال يا جدعان. لانه انا دورت يعني وسالت واستفسرت وعرفت ان ديت اكتر حاجه ممكن تشتغل معاك وما يكونش فيها اعطال، يعني سواء بقى مستر كارد، البنك الاهلي، يعني ناخد الفيزا اللي انت طلعتها او معاك ديت افضل منهم في السحب وما فيهاش اعطال. يعني استنوني في الفيديو الجاي، لو انت ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه عشان لما ننزل بقى الحاجات التانيه اللي انت تعمل فيزا وتعمل باي بال، تسحب فلوسك من التيك توك يا معلم، وتسحب فلوسك بعد ما توصل ايه الباي بال، بعد ما توصل ايه الباي بال تسحبها على الفيزا بتاعتك. واخر خطوه واسهل خطوه ان انت تجيب فلوسك طبعا من البنك او المكنه او البريد اللي انت قصدي البريد، اسف يا جدعان، البريد، تدخل البريد او مكنه البريد قدام المكنه كده في اي تي ام تبع البريد المصري، ممكن تسحب فلوسك منها عادي ما فيش اي مشاكل. فانتظروني ان شاء الله في الفيديوهات القادمه، اتمنى ان اكون في التوك يا جدعان، وانتظروني في فيديو تاني. سلام.